هلا انا صرت عند لوحه ممنوع الوقوف، يعني شو اعمل؟ والله ما عم بفهم الدله. طيب يسار ولا يمين؟ ماشي اوكي بقى. مرحبا. اهلين. رايح على الشركه ما؟ اي هلا هن قالوا لي انه هون بهي الابنة، بس ما بعرف وين عم بضبط. تفضلي انا بوصلك، انا رايح لعندك. تفضلي. عتم الدنيا تقلب بعيني ضو، لو خيروني شو عبالي ولو قالوا. شايفه قليل الذوق لهلا ما اتصل؟ ايه بيكون بيشغله، بعدين ماله قليل ذوق. كيف يعني ماله قليل ذوق؟ يعني صارت الساعة 4 لهلا ما فكر يفتح تليفون؟ ايه والله شي بيطق. ايه وانت ليش متضايقة؟ بيحكي لما بيجي على باله، هو حر. ميديا حبيبتي ليكي، اذا انت عم تمزحي فمزحك كتير 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 تقيل، فبقى الله يخليكي لا تستفزيني. حبيبتي انت لا تستفزيني، شو دخلك اذا اتصل ولا لا؟ اذا انا صاحبة العلاقة مبسوطة ما عم احكي شي. انت حبيبتي صاير لعقلك شي؟ فيكي شي؟ كيف يعني انت صاحبة العلاقة؟ من وين لوين؟ الحق معك، انا نسيان انك منصبي حالك ولية امري ولازم استشيرك بكل شاردة وواردة. ماما نور شو لازم ساوي هلا؟ لا لحظة حبيبتي، اللي هي لا انا عم بفهم عليكي ولا انت عم تفهمي علي. حبيبتي انا متخانقة انا ووائل، ووائل حردان ما عم بيدق لي، فانت شو وجعك؟ وين مشكلتك؟ هلا انت كنتي عم تحكي عن وائل؟ والله كل فكرك انت عم تحكي عن حبيبي. رفيقك؟ حبيبتي اساسا انا ما بعرف انه عندك رفيق وحبيبتي. ايه والله مالي خبر انك علقانة مع وائل. ها شرفوا. مرحبا يا صبايا. اهلين. ازيكم؟ اخ رجلي. شو بين الصبايا فرحه ومرحب. يا بنت الجوه لا بس التقينا باب البنايه. ايه هذا كله لانه ما بتقومي بتساعديني. قومي غسلي ايديكي. انت شو عم تعملي؟ بدي لف معي. مغسله ايديكي؟ اي والله. ها شو؟ ايه حبيبي جاهزه تمام. قصدي بدي شي 10 دقائق بكون جاهزه. يلا باي. قومي صبايا. حبيبتي شو رايكم؟ بجحلو. يي هذا مثل اللي جاب لي يا وائل. لا بس هذا الموديل الاحدث. دخيل الاحدث. يلا بدكم شي؟ لوين؟ خلص بعدين بقلكم. لسه ما صاروا 10 دقائق، وين رايحه؟ تقليلك شوي. لك تقل صنعه. ها ميديا. لك يا ميديا ردي علي، بدي اقول لك انك حلوه كثير طالعه اليوم. اي قومي هلا بلا علاكك، قومي غسلي ايديك تعي ساعديني بسرعه. مستحيل.